طيب بما ان احنا بقى قبل بس ما ندخل في موضوعنا على طول اتكلمنا عن الفقره اللي قدمناها وحمايه الوطن وشرف الجنديه والعسكريه، الحقيقه انه لما خلصنا فعلا الفقره وطلعت بره وقابلت الكابتن عمرو في الاستراحه فاجئني كده بحاجه قالها عن الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه والشهداء والابطال اللي قدمنا منهم بعض النماذج في الفقره دي. انا احب ان الكابتن عمرو هو اللي يقول لحضراتكم اللي قاله لي في الاستراحه بعد اذنك. كان هما جايبين معاهم صوره شخص اللي هو الشهيد، وانا ما اعرفش الفقره ايه، وده مش العاده بتاعت البرنامج واحنا متعودين يعني. فانا كان في بنوته قاعده اعتقد انها ريليتد للمرحوم، انا كنت فاكر ان دي فقره اجتماعيه وان ده راجل تايه بيدوروا عليه. فانا بصيت في الصوره، انت بتتكلم على الشهيد صاب ضابط صف مساعد اول في القوات المسلحه طارق عبد الله، مش عارف لو هم عندهم صوره اقول لك هو ده او هو ده. انا شفت الصوره محطوطه على الكنب، فانا توقعت ان هم تايه وبيدوروا عليه. فانا بصيت فحللت شخصيته من الفيزيونومي بتاعته، فروحت قايل في سري ده مات، لان هو ده لانه ابن موت. بص يا فندم، لما تيجي تبص على الوش هتلاقي وشه كامل الاستداره ودافع علم الفراسه، الفيزيونومي بتاعه طيب القلب جدا. لما تبص لعينيه تلاقي ان نني العين واسع، وده في الفراسه معناها انه في نفسيته صفاء الاطفال، يعني الحجم ده كله جواه طفل صغير. بتشوفي المسافه ما بين الاثنين، النني اليمين والنني الشمال، تكتشف ان هو متسامح جدا وعنده سعه صدر للناس بقوه، ومتحدث لبق وكريم جدا ويتقبل الانتقاد ومحب جدا للحياه. وهنا حته مش باينه بس كانت باينه في الصوره، محب جدا للخير، مفكر مبدع ومتدين وحنين. الصفات دي كلها صفات تكاد تكون ملائكية، ودايما بيسموه في علم الفراسة ابن الموت. ليه ابن الموت؟ وكأن الدنيا بتقول له كل الصفات دي مش بتاعتي، أنا دنيا واطية يعني عايزة واحد يعيش معايا يكون زي، أنت مش بتاعنا، اتكل أنت على الله. الدنيا من الدنو. فأنا ما كنتش الدنيا من الدنو، فمش فأنا قلت في سري ده لو تايه ده اعتبروه مات. طيب هل ممكن في دقيقة بس صورة كمان الشهيد بإذن الله النقيب باسم محسن اللي كان معانا النهاردة يا شباب تنزل برضو، والكابتن عمرو بما ان احنا يعني يلا اشكرك يا أسامة هنشوف كده مع حضرتك، اتفضل. ده الشهيد بإذن الله النقيب باسم محسن، ده الله يرحمه شديد التسامح لكن خلقه كان ضيق، طيب القلب جدا، مشاكس في الحوار، عنده مثابرة رهيبة على أداء الأعمال، بيحب التغيير والتجديد، بيفكر بصوت عقله بس، برضو جواه طفل صغير قيادي جدا. الراجل ده لو كان شاب، ده الله يرحمه لو كان عاش، وهو طبعا عايش دلوقتي احنا اللي ميتين، كان يصلح لجهاز المخابرات أو أمن الدولة. شديد الذكاء في عمله، مش شديد الذكاء العام لكن في عمله فقط. لا رحم الله كل محب للحياه جدا، محب للحب، محب للخير، مقدم على ما هو مقدم عليه. رحم الله كل شهداء الوطن.